كنت مبسوط جدا ما تتخيلوش. اول مره نفرح بصراحه من قلبي بالدرجه دي. عايز تتجوز بسرعه؟ ايوه والله يا كابتن. نفسي نفسك تتجوز؟ يلا يا عم رزقك يا عم. وعلى فكره الدعوه عامه للناس اللي معانا على اليوتيوب، اللي بيحب اسلام وعايز يجيله المكان مفتوح، واي حد يشرفنا وينورنا. قلب ربنا يخليك. اسلام بقى حاج مش هنوصوك، ها عايزك تسلخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعه، احلى مساء عليكم، كل سنه وانتم طيبين. النهارده يا جماعه انا خارج من المزرعه دلوقتي، طبعا النهارده الجمعه، رايحين مشوار مهم جدا، عشان قلت لكم ان انا هنشارك معاكم كل حاجه. اسلام النهارده رايحين لابو العروسه، ورايحين نتفق، ورايحين بقى نتكلم النهارده. طبعا ندعي بالتوفيق باذن الله. وزي ما قلت لكم قبل كده في حلقه قبل كده، ان العروسه طبعا من الناس اللي بيشتغلوا معانا هنا، من الناس المحترمين جدا، بنت بمليون راجل، اهلها كمان من الشخصيات، من الناس الجميله، ومن الناس المحترمين، ومن الناس الطيبين. واسلام على فكره نفس الفكره، يعني نفس الموضوع. ف ربنا الاثنين، ربنا يجمعهم الاثنين مع بعض. شوفوا عن طريق المزرعه هنا، دي حاجه ما تتخيلوش انا مبسوط بيها قد ايه، ان اثنين عرفوا بعض. طبعا اسلام ما فيش بقى المجالات اللي هي الثانيه بتاعت الشباب والبنات دي، لا، اثنين عرفوا بعض، دخلوا لبعض من الباب. اسلام كلمني واهله كلموني، طبعا ناس محترمين جدا. واسلام طبعا من الناس المؤدبه جدا 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 معانا في المزرعه. دلوقتي طبعا المفروض ان احنا هنروح نتقابل مع اسلام ومع الجماعه عنده، عشان نروح نطلب العروسه ونتفق مع بعض، مع ان كان حصل مقابله قبل كده مع والد العروسه، بس النهارده هنتفق بقى مع بعض والدنيا هتمشي اتفاق. هو طبعا اسلام والجماعه عنده مكبرين بيا، لان طبعا انا اعتبر برضو من ضمن اللي شارك في حياه اسلام فتره 5 سنين او حاجه زي كده. وطبعا ده يشرفني البني ادم المحترم ده ان انا نكون حاضر معاه في حاجه زي كده. هتتابعوا معانا دلوقتي، هنبدا نطلع نتوكل على الله. تمام، وهتتابعوا معانا يا جماعه، وهنكمل لسه الحلقه. يلا بينا نتحرك. طبعا معايا احمد بالعربيه الثانيه اهو. تمام، عشان ناوي ان هو يفطر معاه، وبعد الفطار باذن الله يتقابلوا. طبعا هنرجع وانا كمان هنطلع بعربيتي، وكلنا هنتجمع باذن الله بعد الفطار مباشره. احلى مساء عليكم يا جماعه، يلا نتابع مع بعض، ويلا بينا. احلى مساء عليكم يا جماعه. دلوقتي احنا طبعا فطرنا، كل سنه وانتم طيبين، وهنبدا دلوقتي ان احنا اسلام اتصل بيا بعد الفطار على طول. تمام، هنبدا دلوقتي ان انا رايح نقابله اهو، ونقابل والده، ونقابل امامه. تمام، عشان نروح للعروسه، ونقعد طبعا مع ابوها الراجل المحترم. و هنشوف دلوقتي، عشان بعد ما نشوف اسلام ونقابل الناس وكده، هنبدا ان احنا نشوف هنعمل ايه مع اسلام. احلى تحيه ليكم، يلا بينا كده نقابل اسلام ونشوف الدنيا ايه. تمام، ونقول مبروك لاسلام قبل ما نتفق، كمان مبروك لاسلام، وتحياتي لكل الناس الجميله اللي انت معانا. يلا بينا نشوف اسلام يا جماعه. دلوقتي يا جماعه هنعمل مكالمه مع اسلام كده، قبل ما نخش عليه نشوف رد فعله ايه في المكالمه دي. يلا بينا نتصل بيه كده ونشوف هو مستنيين. الو، ايه يابا انتوا فين؟ انا واقف اهو. طيب ما طب ما تقعد يا اسلام بدل ما تقعد. ما ابتدى عشان انا بس عايزينك نطلعوا سوا، عايزين نستفيد من الاثنين كده. طب ما تقعد، طب ما تقعد بدل ما تقعد. ايه؟ اقعد بدل ما تقعد. سامع. مستعجل انت اسلام، ها؟ ايه؟ مستعجل، ها؟ انت شكلك بتصور يا كابتن. مستعجل؟ صح؟ بيصور يا مصر. مستعجل اسلام؟ انا مستنيك اهو والله، يا مستعجل. عايز تتجوز، عايز تتجوز بسرعه صح؟ مش هتقني تصوير اهو برضه. عايز تتجوز بسرعه؟ ايوه والله يا كابتن. نفسي. نفسك تتجوز؟ يلا يا عم رزقك يا عم. رزقك يا عم، وبنت احسن ناس كمان. حبيبك يا كابتن. يلا انا داخل عليكم. ادي اسلام يا جماعه، بس على ماشي حاج. طبعا يا جماعه دلوقتي احنا عند اسلام اهو، مع اسلام اهو عند ابو العروسه. تمام، وطبعا عايزين كلنا نقول له مبروك. مبروك يا سولو. ايوه كده يابا، شوف واحد ان وشك مزهزه النهارده، وشه مزهزه النهارده اهو ومبسوط. تعالوا بقى كده نمسي على ابو العروسه كمان كده، ونمسي على كل الناس الحلوه اللي هنا.
جماعه يا ابو العروس اهو احلى مساء عليك يا حاج. الف 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 مليون مبروك انت وكل الناس الحلوه ديت. حبيب قلبي ربنا يخليك. اسلام بقى يا حاج مش هنوصوك، عايزك تسلخ. ايه رايك توصيه؟ ايه رايك عايزك تسلخ يا حاج. ها ماشي، وبعدين ما تقلقش انا معاك. ناخد حج من اسلام يا جماعه. على فكره طبعا كل الناس الحلوه منورينا اهوت النهارده. عقبال عندكم يا جماعه، وباذن الله في الخير دايما متجمعين كده، وكل سنه وانتم طيبين. خلوا بالكم انا بنصور اسلام لان الناس حباه، تمام؟ فاحنا برضو بنعمل له حته صيت كده. مال عليك بقى، بص العروسه دي في عينيك، اوعى دبتي زي ما قلت في فيديو قبل كده، هنحط عليك مش هنسيبك، تمام؟ طبعا يا جماعه اسلام من الناس المحترمه جدا، ومن الناس الجميله، ومن الناس اللي تتامن بجد على الحاجه اللي انت تديها له. ربنا يا رب يوفقه، وكلنا ندعو له بالتوفيق، وربنا يوفقه يا رب، وكلنا نقول له الف مبروك، ويا رب الخير عند الجميع، واحلى مساء عليكم. وهنكمل بقى بره عشان هنمسكه في فيديو بره لوحده، مش عارف نمسكه هنا. السلام عليكم. وطبعا يا جماعه بعد ما حضرنا طبعا اتفاقيات اسلام ومع ابو العروسه، واحلى مساء عليكم. عقبالكم لو لسه ما اتجوزتوش، عقبالكم جميعا، يوجعكم في ناس محترمين زي الناس دي. ناس بصراحه محترمين جدا، وناس شاريين اسلام بطريقه رهيبه جدا، واسلام كمان شاريهم، ويعني اسلام فيه بينه وبين ابو العروسه محبه جميله جدا. وبصراحه انا كنت مبسوط، يعني انا حسيت ان انا بنتفق لنور بنتي، وحسيت ان بنتفق ليوسف. يعني ده كانت الحاجه الوحيده اللي تعباني، ان محترمه بين الاثنين يعتبروا ولادي. كنت مبسوط جدا، ما تتخيلوش. اول مره نفرح بصراحه من قلبي بالدرجه دي. بس لازم نكمل الفرحه ونشوف. انا خدت اسلام ورحنا عند حد حبيبنا خالص، وكلكم اكيد عارفينه، تمام؟ يا ترى كده احنا عند مين؟ مش هينفع ان الناس تسكت، لان كده هيبان في الفيديو. واحلى مساء على احلى محامي في الدنيا، الاستاذ حبيب محمد عبد الجواد. شرفتوني وانستوني. المستشار القانوني لمزرعه هوم دوجز بالبحيره، وحبيبي واخويا المحترم، والراجل اللي انا ما بنتحركش اي خطوه الا باشارته طبعا. وبجد الاخ، مش هنقول صديق، لا، اخ محترم، ومن الشخصيات المحترمه جدا. ومعانا كمان العريس. العريس اهو يا جماعه منورنا اهوت. طبعا مبسوط، الفرحه بتطل من وشه، ما تتخيلوش. اسلام النهارده ممكن يبات طول الليل صح، وما يشتغلش بكره، ينام طول النهار. هتشتغل، ده انت هيطلع عينه طبعا، ده هيطلع عينه، ده هيشوف اللي عمره ما شافه في الايام الجايه دي. طبعا يا جماعه اسلام معانا اهوت، لسه بقى قال لي لازم نيجي معاك يا كابتن نمسي على استاذ محمد حبيبي يا معايا. واحمد حبيب. احمد تحت السواق برضو بيقعد يلف لوحده كده، ما احمد ما بيثبتش في مكان. احمد معانا تحت، تمام؟ والاستاذ محمد بيمسي عليكم كلكم، بيقول لكم صوت جميل. عقبال بقى القعده الجايه والاتفاق الجاي يكون عند الاستاذ محمد في ولاده كده يا رب. وطبعا عقبال الليله الكبيره بتاعت اسلام، وهتبقى الشبكه بدنا نتجوز على ايه؟ بدنا نعمر بيت جديد. هتبقى الشبكه في العيد يا جماعه على فكره، وهناخد الدلوعه ونغم، وهتبقى زيطه وزمبلطه، وهتبقى هيصه، وهتبقى كوارث، وتفرجوا على احلى فرحه باذن الله عند اسلام. وعلى فكره الدعوه عامه للناس اللي معانا على اليوتيوب، اللي بيحب اسلام وعايز يجي له، المكان مفتوح، واي حد يشرفنا وينورنا. الدعوه هتكون عامه يا جماعه لكل حبايبنا اللي على اليوتيوب، مالناش دعوه بقرايب اسلام وقرايب العروسه والكلام ده، احنا بنتكلم للناس اللي بتحب اسلام. لو انت بتحب اسلام بقى وعايز تيجي، تابع معانا، وهنقول لك المكان فين، وهنقول لك الفرح امتى. بس باذن الله الفرح هيكون رابع يوم، صح؟ رابع يوم العيد الشبكه، تمام؟ وهنجيب الدلوعه ونغم، وهتبقى فرحه جميله خالص. وعقبال اولادكم، ولو ما اتجوزتوش عقبالكم، وعقبال بناتكم، وتحيه لكم جميعا، واحلى مساء عليكم، كل سنه طيبين. وده الفينش بتاع الحلقه، دلوقتي هنسيب اسلام ونطلع نجري على المزرعه. تحياتي للجميع، واحلى مساء على اخويا وحبيبي استاذ محمد عبد الجواد. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.